ولنتعرف أكثر على برنامج شباب الصف والأفارقة وأهم نشاطات المكتبة في الفترة القادمة، تنضم إلينا من مدينة الإسكندرية الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية. صباح الخير دكتورة مروة. يعني في البداية لو نتعرف أكثر على برنامج شباب صفوة الأفارقة وأيضا يعني دور مكتبة الإسكندرية في المسيرة التعليمية لهؤلاء الطلاب الأفارقة، وتابعنا في التقرير الذي عرضناه يعني قد إيه الطلاب يعني مبسوطين بالمسيرة التعليمية والخبرات اللي اكتسبوها في دراستهم بالجامعات المصرية. صباح الخير اولا على حضراتكم وعلى مشاهديكم، وشكرا للاستضافه. الحقيقه ان شباب الصف والافارقه فكرته بدات في عام 2011. كانت الفكره الرئيسيه ان احنا بنحاول نؤسس لروابط ما بين الطلاب الافارقه الدارسين على ارض مصر وزملائهم ايضا من المصريين اللي بيكونوا معاهم في نفس الجامعات. بنأكد على رسائل كثيره جدا من خلال هذا البرنامج، رسائل انه مصر بتقوم بدور ريادي ودور كبير جدا في عمليه بناء القدرات الافريقيه خاصه في مجال التعليم، والبرنامج هو مكمل للمسيره اللي بيبداها هؤلاء الطلاب في الكليات المختلفه وفي جامعات مصر المختلفه. الفكره ان مكتبه الاسكندريه بتفتح أبوابها لهؤلاء الطلاب إنهم يلتحقوا ببرنامج أسبوعي في الإسكندرية وأيضا في القاهرة، بيحضر فيه بشكل أسبوعي هؤلاء الطلبة في برنامج قدرات متكامل تدريبي شامل. بنبدأ من أول ما بيتعلموا زي يقدموا نفسهم، يتحدثوا إزاي يعملوا عروض تقديمية، وينطلق بقى إلى مسارات مختلفة. المسارات المختلفة دي تأتي زيارات ميدانية لأماكن كثيرة في مصر، زيارات ميدانية وتركيز على مكون التنمية المستدامة والمكون البيئي لأنه ده هام جدا. أيضا الاستفادة من كل الأنشطة والنشاطات اللي مكتبة الإسكندرية والخدمات التي تقدمها مكتبة الإسكندرية تقدم لهم أيضا، بالإضافة يعني المكتبة لديها شبكة كبيرة جدا من العلماء وكبار الشخصيات والخبراء اللي بيشاركوها وبيبقوا موجودين في أحداث كثيرة، فبيتم دعوة هؤلاء للتحاور مع هؤلاء الطلبة. والحقيقة النشاط مستو كمان أنه من الطالب إلى الطالب، يعني بيبقى في فرصة أن هؤلاء الطلاب كل مرة في كل اجتماع أو في كل حضور بيطلب منهم أن هم يبقى بيتحدثوا عن موضوع ويحضروا لهذا الموضوع ويقدموا. طيب دكتورة مروة، إيه هي تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من خريجي هذه الدفعات؟ يعني الجامعات المصرية من الطلبة الأفارقة، إيه هي الدول اللي بينتمي لها هؤلاء الطلاب؟ عندنا يعني عدد كبير من الدول، بنتكلم على السودان، بنتكلم على جنوب السودان، أوغندا، كينيا، بروندي، تنزانيا، ناميبيا، ملاوي، جزر القمر، يعني ده كمثال، نيجيريا وغيره من الدول. الحقيقة الاحتفال احنا منذ 12 عام يعني فكرنا ان احنا نشاركهم فرحة التخرج من الكليات ومن الجامعات المصرية، وهم الشباب اللي ملتحقين في برامجنا، فبيبقى في احتفال سنوي كبير الحقيقة بيتم دعوتهم ودعوة حتى أسرهم يعني بيأتوا من جميع أنحاء هذه البلدان ليشاركوهم الفرحة وإنجاز إن هم تخرجوا. ده من كبار الشخصيات وممثلي طبعا الجامعات، وأيضا في بعض الإديشنز أو بعض يعني النسخ كان وزير وزراء التعليم العالي والتعاون الدولي والتخطيط بيكونوا مشاركتنا هذا الحدث، بالإضافة طبعا إلى وزارة الخارجية ممثلة في مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية. والحقيقة هو بيبقى عرس واحتفال، وزي ما حضراتكم تابعتوا التغطية وتابعتوا الصور اللي شاهدناها، يعني بيبقوا الولاد فرحانين جدا وسعداء جدا بهذه اللحظه، وبتبقى انطلاقه يعني بنقول لهم دايما ان انتوا لسه بتبداوا مشوار جديد وان الرحله بتبدا وان مكتبه الاسكندريه ومصر فاتحه ذراعيها ليكم وستظل تدعمكم حتى في مسيرتكم ما بعد الجامعه. نعم دكتورة مروة، أنت ذكرتي نقطة هامة وهي أن المكتبة سوف تدعم هؤلاء الطلاب في مسيرتهم المهنية حتى بعد التخرج من الجامعات المصرية. ما هو دور مكتبة الإسكندرية مع هؤلاء الطلاب الأفارقة بعد إتمام أعوامهم الدراسية والتخرج بالفعل من الجامعات؟ أنت تحدثتي عن ربما هناك زيارات ميدانية لمتابعة المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، هل هناك دور آخر تقوم به المكتبة مع هؤلاء الطلاب؟
الحقيقه اول حاجه طبعا ان بتظل مكتبه الاسكندريه على تواصل مع هؤلاء الطلاب، واحنا مكونين زي شبكه للطلاب دول اللي ما بعد ما تخرجوا من الجامعات المصريه وتخرجوا من برنامج مكتبه الاسكندريه، فبنظل بنعقد اجتماعات. الاجتماعات دي في معظم الاوقات بتبقى اجتماعات اونلاين علشان نتواصل معاهم في بلدانهم، وبنظل نتابع اخبارهم ونتابع هم يعني استقروا في بلدانهم، وفي منهم اللي بيستقر ايضا في مصر. بنظل ندعوهم يعني في الاحتفالية، بندعو عدد من اللي تخرجوا من برنامج شباب الصف والأفارقة للحضور، ويديها العديد من الخدمات في شبكة إفريقية لتقديم الخدمات ومصادر المعلومات بالمجان للشباب الأفارقة بشكل عام على مستوى الدول الإفريقية المختلفة. أيضا المكتبة بتعطي منح بحثية لمن أراد أنه يكمل يعني دراسات عليا أو أبحاث أو غيره إلى برضو الشباب الأفارقة. والحقيقة إحنا فخورين جدا أنه عدد كبير جدا من الشباب اللي تخرجوا من البرنامج، لما بنتابع اخبارهم بنظل على الاتصال معاهم، وبنخليهم كمان يحتكوا ويجتمعوا مع زملائهم اللي بيدرسوا حاليا. نعم، عشان يعني دكتوره مروه، هذه الانشطه والفعاليات المهمه التي تتحدثين معها تاتي بالتزامن مع ذكرى هامه ايضا، وهي تاسيس مكتبه الاسكندريه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره مروه الوكيل، رئيس قطاع البحث الاكاديمي بمكتبه الاسكندريه.